أهلا بحضراتكم على الشاشة، حلقة عن واحد من أهم مفكرين مصر في العصر الحديث، الدكتور فرج فودة، اللي امبارح كانت ذكرى اغتياله بالتحديد 8 يونيو 1992. يمكن احنا من نص رمضان والحديث عن اسم وعن سيرة الدكتور فرج فودة لا ينقطع لأسباب مختلفة، لكن امبارح كانت ذكرى الاغتيال عام 92 زي ما قلت لحضراتكم، ولسيرة فرج فودة جوانب وزوايا كتير، لكن احنا هناخدها من زاوية فرج فودة وقاتله، رحلة الاتنين بداية من يوم الاغتيال وحتى اللي هطرحه على حضراتكم خلال كلامي، وفي بعض المفاجآت الخاصة بمصير قاتل او احد قاتلي فرج فودة. لكن خلينا نبدأ، لانه ناس كتير ما تعرفش، خاصة من الأجيال الجديدة، ما تعرفش من هو فرج فودة. فبشكل سريع، فرج فودة واحد من كتاب ومفكري مصر، اتولد سنة 1945 في محافظة دمياط. هو على عكس ما كثير يتصورون، هو مش دارس لعلوم الدين ولا الفقه ولا الشريعة، لكنه كان حاصل على بكالوريوس الزراعة ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي، لكن في فترة ما من حياته تحول كل اهتماماته إلى دراسة العلوم الدينية والشريعة، ويعني زي ما بنقول تطبيقات الدين والإسلام والشريعة على الحياة وعلى الواقع. الصدمة الأولى في حياة فرج فودة كانت سنة 67 مع نكسة 67، وقت ما استشهد أخوه الملازم أول محيي الدين فودة في نكسة 67، وكان شقيقه ده لسه متخرج من أيام قليلة من الكلية الحربية واستشهد في النكسة. وكان من أحد يعني أهم الآراء اللي ذكرها فرج فودة في حياته فيما هو ما يتعلق بنكسة 67، لما رد على الشيخ الشعراوي وقت ما قال إنه هزيمتنا في 67 هي بسبب انه ربنا غير راضي عنا. فكان رد فرج فودة في احد لقاءاته التلفزيونية انه اذا كان احنا هزمنا لانه ربنا غير راضي عننا، فبالتالي على الناحية التانية اسرائيل انتصرت بالتأكيد لانه ربنا راضي عنها بالمنطق، فكيف يستوي الامران. بدأ فرج فودة بعد النكسة حياته السياسية وبدأ اهتماماته السياسية، انضم لحزب الوفد سنة 78 بعد ما عادت الحياة السياسية لمصر، وكان أحد مؤلفاته المهمة كتاب عن بعنوان الوفد والمستقبل. لكن لم تستمر علاقة فرج فودة بالوفد كثيرا، حتى استقال عام 84 لما تحالف الوفد مع جماعة الإخوان في الانتخابات البرلمانية وقتها. وسنة 67 قرر فرج فودة إنه هو يخوض انتخابات البرلمان لوحده في دايرة شبرا اللي فيها عدد كبير من الإخوة المسيحيين، لكنه فوجئ بهذا الرجل يروج عنه شائعة إنه فرج فودة بيدعو إلى إباحة الزنا في كتابه في أحد كتبه. مين الرجل ده؟ الرجل ده هو صلاح أبو إسماعيل، والد حازم صلاح أبو إسماعيل، يعني المتطرف الكبير اللي ظهر لينا كل أفكاره بعد ثورة 2013. من أهم كتب فرج فودة سريعا عشان الناس تبقى عارفة، دي صورة طبعا لصلاح أبو إسماعيل وابنه حازم صلاح أبو إسماعيل لكن وهو صغير في السن. من أهم كتب فرج فودة الحقيقة الغائبة، وكتاب آخر أيضا وهو زواج المتعة اللي كان اتهم إنه بيتكلم فيه عن الزنا وبيبيحه، أيضا من كتبه المهمة عنوانها حتى لا يكون كلاما في الهواء، وهنا بيأسس لفكره الليبرالي وكيف يرى هذا الوطن في أزمة ومفكري الليبراليين في أزمة. طيب، فرج فودة استمر من هذه الفترة بعد أن فشل في الانتخابات البرلمانية في الكتابة والمقالات ودخول معارك كثيرة حوالين فكرة الفرق ما بين الدين الدولة والدولة الدينية والدولة المدنية، حتى جاءت سنة 92 في هذا العام وفي معرض الكتاب في يناير بالتحديد، كانت المناظرة الأولى للدكتور فرج فودة
بعنوان مصر بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية. بدأت هذه المناظرة اللي كانت مدتها تقريبا ساعتين في حضور ناس بتقول 20,000 ناس بتقول 30,000 بهتافات لشباب إسلاميين يعني يتهكموا فيها على الدكتور فرج فودة وبيرددوا هتافات من نوعية الإسلام ديننا والشريعة غايتنا وما إلى هذا. وكان بيناظر الدكتور فرج فودة في هذه المناظرة الشيخ محمد الغزالي ومأمون الهضيبي مرشد الإخوان وقتها والدكتور محمد عمارة أيضا أحد المفكرين. بعد هذه المناظرة حضر مناظرة أخرى في نقابة المهندسين في الأسكندرية أيضا أمام الدكتور محمود عمارة، ثم بالتحديد في 8 يونيو 62 الساعة 6:30 مساء وفرج فودة خارج من هذا المنزل قابله 2 شباب وأطلقوا عليه رصاص فسقط في دمائه، ثم هرب الشابين وقدر السائق الخاص به الدكتور فرج فودة إن هو وده كان أثار الدماء على عربيته وقتها، تم القبض على أحد الشباب واستمرت حالة محاولة إسعاف فرج فودة في المستشفى 6 ساعات. وكان من أهم الناس اللي راحوا المستشفى فور علمهم بالحادث كان الفنان عادل إمام لعلاقته القوية به، حاولوا إن هم يسعفوه لكن للأسف صعدت روحه لبارئها وتوفى الدكتور فرج فودة في حادث من أخطر الحوادث في مصر الحديثة. ودي كانت صور من جنازته، دي أسرته ودي بنته الصغيرة اللي كانت مرافقة ليه أثناء هذا الحادث، ودي صور بناته الاتنين في الجنازة. طيب في الاعترافات إيه اللي حصل بالتحديد؟ ده المتهم الرئيسي بالاغتيال اسمه عبد الشافي أحمد. عبد الشافي لما سأله القاضي عن يعني سبب قتله للدكتور فرج فودة قال له عشان كتبه بيدعو فيها إلى الإلحاد وبيهاجم فيها الله، فقال له هل قرأت كتبه؟ فرد عليه عبد الشافي وقال له أنا لا أقرأ ولا أكتب. ولما سألوا لماذا اخترت معاد عيد الأضحى بالتحديد فقال له عشان نحرق قلب أهله عليه أكتر، واعترف أنه حصل على الرشاش الآلي ليه من واحد اسمه أبو العلا عبد ربه. أبو العلا عبد ربه ده اللي هتيجي حكايتنا معاه دلوقتي، لكن خلينا أقول لحضراتكم برضو أن من ضمن الاعترافات المهمة أنه المحكمة شهدت 34 جلسة استماع لشهادات مختلفة كان من بينها الدكتور أوري لحضراتكم الدكتور محمود مزروعة رئيس قسم العقائد بالأزهر الشريف، وقال وقتها في القاعة أنه فرج فودة مرتد نظر حياته للحرب على الإسلام، وتضامن معاه الشيخ الغزالي وقتها وقال أنه يؤيد قتل فرج فودة وأنه العقاب الوحيد اللي ممكن يعاقب به المتهمين أنهم بالتحديد كده زي ما هو قال في الشهادة بتاعته أنه فرج فودة مهدور دمه وولي الأمر هو المسؤول عن تطبيق الحد، وأن التهمة التي ينبغي أن يحاسب عليها الشباب في القفص ليست القتل وإنما هي الافتئات على السلطة في تطبيق الحد. الشيخ الغزالي في أحد لقاءاته التلفزيونية أيضا بعد مقتل فرج فودة أكد على كلامه ده وقال أنه سيظل صراعه مع فرج فودة ومن ينتمون لفكر فرج فودة عبر التاريخ ولن يتراجع عن موقفه من هذا. ثم جاء تاريخ 2012 يوليو 2012 عشان نشهد هذا الخبر اللي قدام حضراتكم، الإفراج عن 17 قيادة بالجماعة الإسلامية ده في وقت حكم الإخوان. من بين ال 17 شخص دول واحد اسمه أبو العلا عبد ربه، ده أبو العلا عبد ربه اللي كان شاري السلاح اللي تم به قتل واغتيال الدكتور فرج فودة، وظهر بعدها أبو العلا عبد ربه في أحد اللقاءات على قناة العربية وسألت المذيعة أنت ندمان على قتل فرج فودة؟ فقال لها لأ، وقال لها أنه فرج فودة بحكم الشرع مهدور دمه، فقالت له أنت استندت على أنهي فتوى في كلامك ده؟ فقال لها فتاوى الشيخ الغزالي وفتاوى الدكتور عمر عبد الرحمن اللي هو الهارب كان هارب في أمريكا وقتها، وقال لها هذه الفتاوى تبيح قتل
كل من يرتد حتى لو استتاب وصمم وصمم على موقفه. ده كان بعد 2012 بعد الإفراج عنه. طيب الناس بتختلف فكريا حوالين يعني احنا مع فرج فودة في افكاره وما يطرحه ولا لا، لكن ما اعتقدش ان في خلاف على فكرة استخدام القتل ورفضها، خاصة لما نكتشف انه هذا الشخص ابو العلا عبد ربه بعد عدة سنوات ظهر في سوريا مقاتلا مع داعش في سوريا، وكان ايضا بيتبنى تجنيد الشباب المصريين هنا في محافظات مختلفة. ماذا كان مصير هذا الشخص اللي خرج من السجن وصمم انه هو يتمسك بموقفه من قتل فرج فودة ويظهر في هذه الفيديوهات مجاهدا باسم الدين او بادعاء الدين ضد حتى المسلمين انفسهم؟ كان مصيره في 22 مارس 2017 خبر مصرع المتهم بقتل فرج فودة ابو العلا عبد ربه، وكانت هذه النهاية يعني تبدو كأنها نهاية إلهية تريد أن تثبت أن الحق يعود ولو بعد سنوات، لأنه وقت الإفراج عنه أبناء الدكتور فرج فودة كانوا في غاية الحزن وطلبوا بعدم الإفراج عنه، لكن وقتها حكم الإخوان صمموا على الإفراج، وكانوا أبناء فرج فودة بيبكوا بالدموع وهم شايفينه حر، لكن هذا المشهد اقتص فيه الله لفرج فودة والأبناءه لما صور نفسه عبد ربه صور نفسه في سوريا وهو بيقتل ساعة قتله، رفع تليفونه وبدأ تصوير نفسه عشان حد يحاول ينقذه من جماعته، لكن سقط قتيلا ولقى مصرعه أبو العلا عبد ربه أحد المشاركين في قتل الدكتور فرج فودة. سريعا أقول لحضراتكم أهم كلمات الدكتور فرج فودة اللي يعني بيذكرها لي كل محبيه. من أهم كلماته اللي بيذكرها لي كثيرين هو مقدمته في كتاب نكون أو لا نكون اللي قالها لي زملاء أولاده الصغير أحمد، قال لهم نصا إلى زملاء ولدي الصغير أحمد الذين رفضوا حضور عيد ميلاده تصديقا لمقولة آبائهم عني إليهم حين يكبرون ويقرؤون ويدركون أنني دافعت عنهم وعن مستقبلهم وأن ما فعلوه كان أقصى علي من رصاص جيلي آبائهم. دي كانت أهم كلمات فرج فودة، وكأنه كان بيتنبأ فيها أنه هيقتل برصاص المتطرفين. رحم الله الدكتور فرج فودة، وزي ما حضراتكم شفتم القصاص جاء على الهواء بفيديو مصور لقاتله. بشكركم، كنت معاكم تامر إسماعيل من صالة التحرير اليوم السادس.